من امبارح ومن اللحظه اللي تابعنا فيها على الهواء هنا في السادسه مع حضراتكم لحظه اجراء القرعه الخاصه بكاس العالم، وقلنا فيها انه الفيفا اختار ميعاد من 3 ل 12 فبراير لاقامه البطوله، بطوله كاس العالم للانديه. واتكلمنا طبعا على تعارض غير مفهوم على الاطلاق، يعني مش منطقي بين اكبر اتحاد مسؤول عن كره القدم في العالم الفيفا والاتحاد القاري المسؤول عن بطوله امم افريقيا يغيب بينهم التنسيق في بطولتين بالحجم ده، بطوله بحجم واهميه كاس عالم انديه وبطوله بحجم واهميه كاس الامم الافريقيه. واتكلمنا على انه النادي الاهلي هيتعرض لظلم شديد جدا في فكره عدم وجود لاعبته لمشاركتهم مع منتخب مصر، بما انه الاهلي هو الرافض الاساسي لتغذيه المنتخبات على مدار السنين كلها. والحقيقه في ناس خدت الكلام ده بفكره يعني انا مش قادر افهمها ولا استوعبها ولا افهم الناس دي بتفكر اساسا ازاي، وقالت ازاي يكون في مقارنه بين الاهلي وبين المنتخب وطبعا المنتخب هو الاهم. ده شيء بديهي واساسا لا تجوز المقارنه بين الاهلي وبين المنتخب، وبالتاكيد مصلحه ده مبدا اساسي في النادي الاهلي على مدار سنين طويله جدا، انه جزء اساسي وهدف اساسي من نجاح الاهلي انه يمد المنتخبات المصريه في كل اللعبات بعناصر تقدر تدفع الرياضه المصريه للامام، ده دور بيلعبه الاهلي طول عمره وتاريخي. لكن الكلام هنا كان المفترض انه الناس لما تطرح حاجه كده تتكلم على فكره الدفاع عن حقوق نادي مصري، مفترض انه الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري يقفوا في ظهره عشان هو ممثل الكره المصريه وهو ممثل الكره الافريقيه. أنا هتكلم مع حضراتكم طبعا على منتخب مصر، ده شيء أساسي، وطبعا هنتكلم على انطلاقة مشوار المنتخب، بس اسمحوا لي في البداية أرحب بنجمنا النهاردة في السادسة، نجم كبير طبعا في الرياضة المصرية في النادي الأهلي وفي منتخب مصر، لاعب ومدرب زي ما قلت لحضراتكم، وصاحب مشوار طويل جدا من الإنجازات والعطاء، كابتن عادل طعيمة ضيفنا النهاردة ونجمنا في السادسة. مساء الخير يا كابتن عادل. أهلا يا أحمد. يعني امبارح الحقيقة كان في كلام مش قادر اوصفه غير انه كلام بايخ وكلام سخيف بيتقال على فكره انه ازاي تحطوا الاهلي في مقارنه مع منتخب مصر، واذا في تعارض بين البطولتين فمنتخب مصر اهم. يعني مش فاهم الناس ازاي حولت او حورت او حولت الكلام اللي اتقال بالمعنى السخيف ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بدايه زي ما انت تفضلت كده في البدايه، والنادي الاهلي ماله مال القصه دي؟ القصه دي بتاعه اتحاد كوره والكاف والفيفا، الاهلي ماله؟ هو الاهلي عمره تاخر على المنتخبات؟ في كل الالعاب مش في كره القدم بس، في كل الالعاب النادي الاهلي دايما النادي الوطنيه اللي بيمد المنتخبات في كل الالعاب وانجازات كلها على مصر كلها، امم افريقيا 3 مرات، كان النادي الاهلي معظم العناصر من النادي الاهلي وكانوا اللعيبه كلهم في قمه الفورمه بتاعتهم، وعلشان كده خدنا 6 و8 و10 امم افريقيا. فلما يبقى الاتحاد الكوره من 4 ايام قاعد هو الكاف والفيفا وما يشوفوش حاجه زي دي، وبعدين يصدر لك انت هو النادي الاهلي هو اللي خد قرارات، المفروض الاول اتحاد الكوره او اللجنه الاستاذ احمد مجاهد، المفروض الاستاذ احمد مجاهد يبقى عنده خلفيه زي ما كده بيراميدز موجود مع انفانتينو. يعني الراجل كان عندنا هنا في مصر وكلمه في كاس العالم كل سنتين ولا كل 4 سنين، وكلمه في السوبر ليج المفترض انه البطوله اللي عايزين يطرحوها في اللي ما عرفوش يعملوها في اوروبا عايزين يعملوها في افريقيا، ازاي ما جاش يعني؟ وليه ممثل افريقيا يبقى الفريق الوحيد؟ يعني كل الفرق اللي حاضره من كل قارات العالم ما عندهاش اي ارتباطات في التوقيت ده، ليه ممثل افريقيا الوحيد اللي المفترض انه يشارك في البطوله وهو محروم من خد بال حضرتك مش بتكلم بس على لعيبه منتخب مصر، انت عندك ديانج ممكن هيبقى موجود مع منتخب مالي، معلول هيبقى موجود مع منتخب تونس، بنون ممكن يبقى موجود جدا مع منتخب المغرب، وبالتالي انت بتتكلم على فرقه كامله ممكن تكون غايبه عن النادي الاهلي. لا شوف، ما هي العمليه اصلها يعني بيصدر لك بقاله دلوقتي سنتين مشاكل، واخرهم طبعا مجلس الاداره والمهندس عمرو فاروق، الوزير عمرو فاروق. شوف الخطوات ايه، وبعدين الفيفا والاجهزه اللي فيه والكاف والاجهزه اللي فيه مش عارفين ان في تضارب، يعني هم لازم يجوا مصر هنا ويقعدوا مع بعض عشان يعرفوا ان في بطولتين في نفس التوقيت؟ لا دي حاجه يعني اولا ما تخشش الدماغ، واي راجل في الشارع مش متعلم يعرف على طول ان في حاجه مش طبيعيه. مش عايزين نقول مؤامره، بس دي بتحطك في شك ازاي اتحاد الكوره. طب النهارده بيراميدز والمصري انت اجلت لهم الماتشاتهم
وما راحوش طبعا المنتخبات والحاجات دي. يعني لعيبه بيراميدز والمصري ما راحوش مع المنتخب، مع طبعا الفرق في التاثير. يعني ممكن منتخب مصر جدا يقدر يلعب بطوله بدون لعيبه بيراميدز. احمد حتى لو لعيب واحد انا يعني لو عندي اثنين ثلاث لعيبه برضو دي بتاثر في قوتي، لان انا دوري محترفين. فانا ايا كان اللعيبه، انما انا يعني علشان كده برضو انا بحيي مجلس اداره جدا وببارك له طبعا على الانتخابات. بقول انه خدوا الخطوات القانونيه اللازمه، بخاطب اتحاد كوره عشان اتحاد الكوره يخاطب، او لجنه الكوره، اللجنه اللي بتدير الاتحاد بتتكلم مع الكاف وبتتكلم مع الحاجه دي. مش المفروض النادي الاهلي هو اللي يجري وراها، ده المفروض اتحاد الكوره، لان النادي الاهلي بيمثل مصر. وبعدين انت نجومك اللي انت بتدفع فيهم ارقام علشان جماهيريتك وعلشان الجانب الادبي والجانب المادي لجماهيرك اللي على مستوى العالم كله محتاجين ان البطوله ديت نوصل لمركز متقدم اكتر من المركز الثالث، انت بتحرمني من ولادي اللي انا جايبهم علشان يدوني البطولات ديت. انت بتحرم ده، حاجه بتكلم الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، يعني عشان برضو يبقى الكلام واضح موجه لمين. لا، الكاف اولا، الكاف والاتحاد اولا وبعدين الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي والكاف ولجنه الكوره، لجنه اتحاد الكوره، لجنه اتحاد الكوره. فانا الوضع الطبيعي النادي الاهلي المفروض ان هو ما يتحركش، ده اللي يبقى الشغل الشاغل لاحمد، الاخ احمد مجاهد، ان هو اللي بيجري ورا الكلام ده. ومع ذلك طبعا احنا عارفين طبعا الخلفيات اللي موجوده، وعارفين ايه اللي بيجرى. متوقع يكون في دور ايجابي؟ انت شخصيا متوقع انه يبقى قانونا التحرك اللي حضرتك بتقول عليه ده يحصل؟ اكيد اكيد اكيد، لانه انت بتشتغل قانوني، انك انت لاعيبتك انت بتحطني في حته ان انا مش وطني. ازاي؟ لا، ما انا برضو دي بطوله فيها وطنيه وفيها يمكن اكتر متابعه من امم افريقيا. وبعدين الحاجه الثانيه، امم افريقيا عمالين يسربوا ان البطوله ممكن ما تتلعبش، فهو يسرب لك دي وبعدين يروح منزل لك جدول ويروح عامل قرعه. يا سعيد، يعني برضو يعني اذا كنت بتكلم على يعني قمه العشوائيه في اداره لعبه كره القدم على مستوى بطوله هي الاهم على مستوى قاره افريقيا، هتتاجل، هتتنقل، هتتلعب، مش هتتلعب، يعني ازاي تبقى بتتكلم على بطوله هتتلعب كمان اقل من شهر يمكن ولا شهر وشويه، ويبقى لغايه دلوقتي مصيرها ومواعيدها ومكانها مش مؤكد بشكل كامل. والتسريبات دي مش تسريبات اي ناس، يعني مش واحد صحفي ولا لا، ده ناس مسؤوله بتقول ان الكاميرون في مشكله بالنسبه للملاعب، وفي مشكله بالنسبه للتامين الطبي، النواحي الطبيه. احنا بنسمع ده يا كابتن عادل، معلش انا اسف اقطع كلامك، قصه الكاميرون دي احنا دايما بنسمعها بقى لنا 6 شهور. ما يمكن اكتر والله. والله يمكن اكتر كمان، ولغايه النهارده الموقف مازال مش واضح. الوضع الطبيعي، ومن خلالك بنقول الباشمهندس احمد مجاهد، لان دي هتبقى يعني من ضمن النقاط السلبيه جدا في الفتره اللي انت بتادي فيها، انك ازاي يبقى النادي الاهلي عنده بطوله بالحجم ده وانت ما خدتش موقف. انتوا قاعدين هنا 4 5 ايام، الناس عماله تتفسح وعماله تروح هنا وهنا وهنا، ما جاش في خاطركم انه هناك كاس عالم انديه وان في امم افريقيا؟ وعارفين ان لعيبه النادي الاهلي بتمثل 80% او 70% من قوام المنتخب موجودين. انت فاكر في الاولمبيات لما النادي الاهلي لعب الدوري من غير لعيبته وادى 6 لعيبه و7 لعيبه؟ يعني في نادي في الدنيا بيعمل كده الا النادي الاهلي، لان ده نادي وطني، نادي الوطنيه. فاحنا مهما يعملوا والله ان شاء الله ربنا بينصرنا، لانه دايما دايما انت طالما على حق ربنا دايما هنصرك. انت الاخ احمد مجاهد من خلالك بنقول له من فضلك اتحرك، لان جماهير مصر سواء اهلي او غير اهلي يعني هتبقى نقطه سلبيه جدا في الفتره دي. هو في حد مشرف مصر في اي بطوله عالميه غير النادي الاهلي يا كابتن عادل؟ يعني هو النادي الاهلي لما بيتوج من في مشاركته في بطوله زي كاس عالم انديه بميداليه برونزيه، مش بيتكتب الاهلي مصر؟ يعني مش ده انجاز يحسب للرياضه المصريه؟ انت المره دي 7 مرة انت تروح. مين في مصر راح 7 مرات؟ مفيش حد راح خالص. مين في مصر راح مره؟ وبعدين انت المنتخب القومي، انت مين بيمثلك؟ انت عندك مش اقل من 10 6 7 منهم جوه الملعب. فانت وحتى الدكه اللي بره، فانت
بتعاقب النادي الاهلي ولا ايه يعني؟ هل ممكن يتعامل كيروش؟ عشان يعني انا عايز طبعا اخد رايك كمان في القرعه، انا عايز اكلمك في البطوله نفسها، بس هل ممكن يتعامل كيروش مع بطوله امم افريقيا زي ما اتعامل مع بطوله كاس العرب؟ يعني فكره ان هو واخدها على انه مباريات احتكاك، كانها اشبه بالماتشات الوديه بس هي ليها صفه الرسميه. والله احمد احنا بندلع المدير الفني اللي بيجي لنا، احنا بايه بنعمل له ايه؟ بندلعه، نوديه الهرم، نوديه يعني ياكل فته في الحسين والحاجات ديت. انا اللي انا اعرفه، اللي انا اعرفه المدير الفني في اي دوله في العالم بيحطوا شروط قاسيه جدا. هل ينفع ان انا لما اكسب ليبيا رايح جاي بيقال، ما اعرفش الكلام ده مظبوط ولا لا، اطلع مكافاه؟ ازاي المكافاه دي تطلع امتى؟ لما اروح كاس عالم وبعدين دوري المجموعات اعديه واوصل لدور ال 16، ابقى انا في الوقت ده اطلع له مكافاه. وانا بكتب العقد. حضرتك تقصد توصل دور ال 16 في كاس العالم نفسه؟ ايوه. هو احنا اقل من الكاميرون ونيجيريا؟ لا والله مش اقل. لك غانا مش ده وصل؟ إذا في حد اهو يعني احنا مش اقل اهو، مش احنا بنقول كده الكره المصريه تستحق انها تروح لبيت بطوله العالم اللي قبل دي؟ مش كان غانا لولا ضربه جزاء كانوا هيخشوا دول اربعه؟ كانوا دور ثمانيه. غانا ونيجيريا قبل كده والسنغال والكاميرون. والكاميرون. فانت ده مصر هي المؤسسه للاتحاد، ومصر يعني كل العبقريه موجوده فيها، واللعيبه عندنا الموهبه وعندنا العلم. عودونا انه مجرد الوصول لكاس العالم ده في حد ذاته يعني مش عارف ليه اتزرع في عقول المصريين كده، انه بس نوصل كاس العالم هو ده اهم هدف، او ده اقصى الطموح والامان، انك بس يا رب بس نتاهل لكاس العالم. لكن ما حدش فكر قبل كده انه يشتغل ويخطط لمنتخب مصري مش بس يوصل كاس عالم، ده يوصل كاس عالم ويروح يعني مش لازم اقول ينافس على البطوله، بس على الاقل يوصل 16، يوصل 8، وليه لا؟ ما احنا مش قليلين يا جماعه. عايز واحد يبقى كده ايه من النادي الاهلي او متربي في النادي الاهلي، عارف ان كل بطوله بيخشها لازم يوصل لاعلى مستوى ويوصل لاكبر او لابعد نقطه علشان ينجح، ان هو يوصل للمرحله اللي الشعب المصري يبقى فخور بيها. احنا لما بنوصل كاس العالم مش دي معجزه؟ كل يعني كام دوله بتوصل كاس عالم؟ في جزر بتوصل كاس عالم، جزر بتوصل كاس عالم في جنوب في امريكا الجنوبيه والحتت ديت. فانا مصر ام الدنيا، البلد الكبيره العريقه. هكلمك بصراحه يا كابتن عادل، انا محتاج اروح لفاصل عشان اتكلم بصراحه، اتكلم براحتي معاك واسمع رايك. خليني هروح لفاصل اخير وارجع اكمل كلامي مع كابتن عادل طيب. الكلام اللي كنت بقوله مع كابتن عادل طعيمه قبل الفاصل في منتهى الاهميه، وبصوا كده يعني عايز برضه الناس تبقى معانا في نفس التراك اللي احنا هنتكلم فيه. بصوا على ال 30 سنه الاخرانيه كم اسم تولى مسؤوليه منظومه الكره في مصر، يعني مع كامل الاحترام والتقدير لكل الاسماء، بس ايه اللي اختلف عندنا؟ يعني مين حقيقي حسيت انه جه عمل بصمه، عمل نقله، عنده رؤيه، حط خطه، حط اهداف تتحقق بعد 10 15 20 سنة؟ كله زي اللي قبله، مفيش نفس النمط، نفس الصندوق، نفس طريقة التفكير، وبالتالي أنت تقريبا محلك سر، تستنى كل تصفيات تيجي عشان تعاني وتتأهل يا ما تتأهلش، وتستنى كل 30 سنة مرة عشان تبقى توصل كأس العالم، ويبقى ده قمة الإنجاز اللي حققته الكرة المصرية، إنها تروح تسجل جون، تجيب نقطة، إحنا وحظنا بقى. من 3-4 سنين يا كابتن عادل لو كنت قلت لك انه في لعيب مصري هيبقى بينافس على لقب الافضل في العالم، او ان في لعيب مصري هيحقق لقب هداف بطوله زي الدوري الانجليزي، او ان في لعيب مصري هيجيب بطوله زي بطوله دوري الابطال، كنت هتصدقني؟ كان في حد لا في لا مصر هيصدقنا؟ لا. طب ما احنا بنقدر اهو، يعني هو صلاح ده ما رفعش سقف الاحلام والطموحات عندنا كمصريين؟ ما قالش ان احنا ممكن نكسر كل التابوهات اللي احنا عايشين فيها بقالنا 30-40 سنه؟ وده دايما بفضل الله، يعني من اول ما ابتديت التدريب وانا بقول ان البني ادم المصري مش كوره بس، في كوره وفي سياسه في تجاره في صناعه في العالم كله هتلاقيهم متصدرين. تروح المانيا تلاقي اللي عامل المترو هناك واللي عامل المدينه هناك. هاني عازر طبعا، كله مصريين، مصري طبعا، كله في امريكا ودكاتره في وكاله ناسا في الفضائيه في كل حته. فاللاعب المصري مش عايز، مفيش الاتحاد اللي بيجي بيعمل المناخ زي ما حضرتك تفضلت كده. مفيش حد بيجي يعمل المناخ اللي يفرز فيه بطل من خلال المسابقه
اتحاد الكوره المفروض يعمل رابطه من 100 سنه او من 20 سنه، والرابطه دي هي اللي بتدير البطوله، ويبقى لجنه الحكام بتبقى معاها، ولا اتفرغ للمنتخبات. اتفرغ للمنتخبات وابقى شغال الشغل المحترم في اختيار المدير الفني. النهارده من 15 سنه وانا برشح الراجل المدير الفني بتاع السعوديه، وكان راتبه 10,000 دولار ايامها. كنت برشحه للمنتخب، راحوا جابوا برادلي اعتقد وبعدين جابوا بعدين كوبر، وبعدين جابوا بعدين الراجل اسمه هجيري. الثلاثه ورا بعض. الراجل ده شوف راح كاس عالم مع المغرب وعامل نتائج. على هيرفي رينار. هيرفي رينار النهارده شوف بيعمل ايه داخل البطوله العربيه، عامل فرقه سكنتين. يعني انت رشحت هيرفي رينار قبل كده يتولى مسؤوليه المنتخب المصري؟ والله. وكان ايه الرد معلش، او يعني ايه اللي حصل في بعد انت ما هو ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا ودنين ولسان واحد. فانا المفروض لما اتكلم انت، انا في ودنين، اسمع اسمع وفكر. الراجل ده هل في مصلحه بيني وبينه؟ انا ما اعرفوش، انا شفته وهو كشخصيه ككاريزما كتوجيه، واحد من افضل المديرين الفنيين الحقيقه يعني. وبعدين لعيبه بتحبه جدا وصاحب خبره كبيره جدا، تخاف منه جدا، وبعدين دارس الانسان العربي وعارف الكره المصريه الافريقيه وعارف الكره العربيه، فناجح في كل خطواته ناجح. طب انا اجيب ده ولا اجيب كوبر ولا اجيب اجيري ولا اجيب برادلي؟ على طول في حاجات كده بتبقى مش مظبوطه. الحاجه الثانيه واللي مأثره فينا كلنا، كره احمد كره بتعتمد على الجماهير. انا اللعبه الشعبيه في العالم لعبه كره القدم، فانا لما الدوري بتاعي يبقى كل مؤسسات، مع احترامنا كلهم ليه يعني بنحترم كل المؤسسات، لكن يبقى الدوري بتاعي كله شركات او كل مؤسسات، طب وفين الجمهور اللي هيجي يحضر المدرج ويبقى فيه دخل ويبقى فيه انتماء للمحافظه بتاعتي ويبقى فيه دوري قوي يفرز لي لعيبه جيده تمتع الناس وتمد منتخبات قوميه؟ الكلام ده مش موجود، وزي ما انت تفضلت 30 سنه هم اللي بيديروا ما بيتغيروش. انا متفق معاك جزئيا في النقطه دي، انا مع حضرتك جدا في فكره انه، بس انا الحقيقه ما اقدرش الوم المؤسسات على ده بقد ما انا لازم الوم كمان الانديه الشعبيه اللي عندها ظهير جماهيري ومش قادره تنجح في انها تستغل ده وتظهر مره ثانيه. انا مش بقول المشكله وبسكت. في الجزائر عملوا كده لما مثلا ايه شركه زي سكه الحديد مثلا يعني طلعت الممتاز. طيب انا هلعب باسم السكه الحديد؟ لا، بروح واخد تيم او محافظه والعب باسمها. يبقى انا ضمنت ان انا الفلوس اللي انا بدفعها حاططها في مثلا طنطا، المنيا، اي تيم، الدمنهور، اي فرقه من الفرق اللي هي فيها محافظه وفيها جماهيريه انا بتابعها. زي ما بنشوف في الدوري الانجليزي، في الجزائر عملوا كده، بلاش الدوري صناديق استثمار بتشتري نادي زي مثلا نادي نيوكاسل، مستثمر بيحط فلوسه في مانشستر سيتي، مستثمر بيحط فلوسه في باريس سان جيرمان، انديه ليها جمهور وليها المؤسسات. زي ما حضرتك تفضلت المؤسسات على عيني وعلى راسي. أيوه. ذنبهم ايه؟ الناس بتكافح. أيوه. وبتصرف وبتجيب مدربين وبتجيب لعيبه على اعلى مستوى وماشيين ممتازين جدا في الدوري، لكن انا بتكلم على اللي بيدير انديه. انا بقول انك انت تعالى اطلع بس خد بقى تيم فرقه ليها جماهير وتولى انت الموضوع ده من خلال برضه المؤسسه بتاعتك. البنك الاهلي يروح واخد مثلا المنيا، تيم زي تيم اسوان. أيوه. تيم زي ناجي حماد، طنطا، الدمنهور، كل الفرقه ديت اللي فيها جماهيريه، منصوره، الاولمبي، ترسانه، ليهم جماهير. فانت بتضمن الجمهور مالي المدرج وفي الشعبيه وفي المتعه انك انت بتستمتع وانت بتشاهد اي مباراه. صحيح. انا عشان بس اقفل النقطه دي، يعني دايما في نموذجين كده قريب، انا مش بتكلم على حاجات بعيده، محتاجين ان احنا بجد لو الناس عايزه تشتغل تبص عليهم. فرنسا وبلجيكا، الدولتين دول عملوا طفره وخدوا مكاسب اقتصاديه جمة، يعني اللي حققته اللعيبة الفرنسية اللي احترفت في السنوات الأخيرة، الاقتصاد الفرنسي تقريبا داخل أو تجاوز اللي حققته لعيبة البرازيل الاقتصاد البرازيلي. بلجيكا اللي من لا شيء بقت واحدة من أقوى المنتخبات وبقت مرشح دائم للمنافسة على الوصول لأي منصة تتويج أوروبيا عالميا. إزاي الناس دي عملت ده وإزاي خططت لده وإزاي حضرت لده؟ الناس اللي عايزة تشتغل تبص وتدرس.
عايز اسمع رايك سريعا في قرعه كاس العالم، وايه طموح او رؤيه كابتن عادل طعيمه لمشوار الاهلي في النسخه اللي جايه ان شاء الله من كاس العالم الانديه. مونتري بلجيكي المكسيكي، لو تجاوزناه بالميراس البرازيلي، لو تجاوزناه غالبا تشيلسي في نهائي البطوله. شايف مشوار الاهلي السنه دي؟ انا متفائل جدا على الرغم ان المونتيري طبعا فرقه قويه، الكره المكسيكيه بتعتمد على الشباب صغير وعندهم قوه وسرعه. أيوة. ونقل الكره بسرعه. احنا عندنا من الخبره ومن الاداء مع موسيماني بنعرف ازاي نأدي مع الفرق الكبيره، وزي ما انت شفت بطوله كاس العالم للانديه اللي فات كان بالميراس الماتش الثاني. مظبوط. كان الدخيل وبعدين بالميراس. اعتقد برضو باذن الله تعالى المشكله دي تتحل بتاعت التوقيتات، والماتش الاولاني ان شاء الله نعديه ونخش على بالميراس ونكسبه برضو ونوصل للمرحله. دول جايين الصقر يعني، جايين ياخدوا بطارهم يا كابتن عادل. واحنا برضو هناخد بطار احنا. ما هي العمليه بس ايه؟ بس شايف اداء الاهلي السنه دي ازاي؟ يعني مختلف في ايه عن الموسم اللي فات؟ والله موسيماني يعني احنا خدناه من الدار للنار على طول، يعني هو جاي من جنوب افريقيا على ماتشات على طول. بطوله افريقيا ثم دوري ثم بطوله افريقيا ثم سوبر ثم كاس ثم ما لحقش يمرن. فحتى الكور الثابته ما كانش بيعمل فيها حاجه، النهارده بنشوف كرات ثابته كورنر بيتعمل فيه حاجات ما شفناهاش قبل كده في اي حته. يعني في كورنر اتعمل لعلي معلول وراحت ملعوبه لورا، وعلي معلول راح طالع وراحت ملعوبه له تاني. دي حاجات ابتدى الراجل يشتغل. شغل مدرب، يعني انت بعين المدرب شايف فيه في الملعب شغل البصمات لمستر موسيماني. طرق اللعب كمان، طرق اللعب. انت انا قلت قبل كده في هنا في القناه ان الراجل بيلعب بفكر اعلى فكر في العالم، بيلعب براس حربه وهمي. راس حربه وهمي. ماتش الزمالك كان مين بيلعب راس حربه؟ محمد شريف. لا ما كانش محمد شريف. محمد شريف كان بيلعب على الطرف واحنا بندافع. محمد شريف كان بيمسك الحمدي المستولي واحنا بندافع. وقفشه هو اللي بيبقى بيقابل السردباكين. واحنا بنهاجم قفشه بيبقى فين؟ بيبقى ناحيه الشمال. وشريف هو اللي ما بين السردباكين وبرسيتا على اليمين. ده ايه ده؟ فكر ايه؟ بيسقط حمدي زي بوسكيتس في برشلونه وفي منتخب اسبانيا. بيسقطه وبعدين عارف ان نادي الزمالك هو بيضغط ما بيضغطش بالشكل القوي، بيحلق. فكان بيبدا كره من عند الشناوي ثم وانت بتنقل بثقه ومد اللعيبه الاطمئنان والثقه الكامله انك انت انقل في السكس ياردة بتاعك ما تخافش. ونجح 45 دقيقه. يعني في لغات كتيره بقى بتتقال، يعني قمه في الاداء. صحيح. هو الموسم ده كله الاهلي الحقيقه يعني لحظات قليله جدا اللي ممكن تحس انك انت مش راضي على الاهلي. يا احمد في حاجه، انا اسف لقطع الحديث. ديانج بيلعب ديفندر، الجول الاولاني جابه ازاي؟ كان فين؟ على حدود 18. الجول الاولاني والجول الرابع. الجول الرابع. طب عمرو السوليه كان فين؟ نفس الحكايه. اسيست كان فين؟ جوه 18. جوه 18. ده ايه؟ ديفندر. ايوه. شوف مدى الثقه ومدى ان الراجل الثقه دي عند اللعيبه والمدرب بيزودها من حيث الواجبات اللي هو بيديها لكل لاعب. فطريقه اللعب وانت بتدافع وانت بتهاجم، للاسف المدير الفني للفريق المنافس ما عرفش حاجه، ما عرفش ان هو حتى المدير الفني للمنتخب وهو بيعمل تشكيلاته لماتش انجولا وماتش الجابون ما خدش الفكر بتاع موسيماني في الحته دي. فكان بيلعب بثلاثه راس حربه. لو انت بتفتكر احمد ياسر و احمد ياسر ومحمد شريف، ده لعب في ماتش باحمد ياسر ومحمد شريف ومروان حمدي. تخيل. والثلاثه ما تعرفش بيلعبوا فين. ايوه. انا هم غالبا مش احنا اللي كنا محتارين. أنا غالبا هم اللي في الملعب هم نفسهم كانوا محتارين. انا نفسي اساله. وحتى لعب ماتش تاني برضو اظن كان الجابون، لقيته بيلعب محمد صلاح ومصطفى فتحي. طب الاثنين عدلتهم ناحيه اليمين. طيب انا النقطه الاولانيه، طيب خليني طب تخليه بس ناجل الكومنتس بتاعت الناس او ردود الناس. النقطه الاخيره بس عايز اتكلم فيها في موضوع كاس العالم ده. احنا للاسف السنه دي يعني عجله تدور وبعدين نقف، تدور وبعدين نقف.
ومن هنا لغايه لما يجي ان شاء الله موعد بطوله كاس العالم، بنتكلم على شهر 12 وشهر يناير، الاهلي تقريبا قوامه الاساسي مش موجود مع مستر موسيماني. تفتكر ايه الطريقه الامثل انك انت تحضر لبطوله بالقوه دي ومشاركه انديه على مستوى يعني عالمي؟ مونتيراي المكسيكي، بالميراس، تشيلسي، الثلاث فرق الحقيقه فرق في منتهى القوه. ال 12 كله رايح في كاس العرب، ويناير كله رايح في بطوله امم افريقيا، وبالتالي الاهلي هيجهز امتى ويحتك امتى ويتجانس امتى قبل بطوله كاس العالم؟ سمعت بعض الاراء انه الراجل مد على 10 ايام، فده غلط، وان ده سلاح ذو حدين. بكام على فتره الراحه؟ على فتره الراحه. اولا النادي الاهلي ما خدش فتره راحه خالص، اسبوع، وحتى الاسبوع اللي خدوه الولاد كان الولاد التانيين اولادنا في المنتخب كانوا بيلعبوا، ما خدوش فتره راحه خالص. ال 10 ايام دول مع برضه كان في فتره قبل كده برضه خدوا يمكن اربع خمس ايام. الفتره دي في امس الحاجه اللعيبه ليها. على طول الجسم بيبقى محتاج عملية تنقية للجهاز العصبي والجهاز العضلي، بحيث ان اللعيب لما يجي يبقى متشوق ان يجي يلعب كرة قدم ما بيفقدش جزء كبير من لياقته. عندك راجل معد على اعلى مستوى، عنده فكر، الى جانب طبعا الجانب الاداري كابتن سيد عبد الحفيظ وسيد سامي قمصان، ثم موسيماني والجهاز الموجود معاه، بيعرف يطلع اللعيبه، بيديها لفتره الراحه المناسبه، وبعدين بيخش على مرحله. المرحله دي عمليه فتره اعداد مصغره. الفتره اللي جايه امتى كابتن عادل؟ امتى هيعملها؟ ما هو انت ما عندكش غير اسبوع تقريبا ما بين كاس العرب وما بين بطوله امم افريقيا. يعني احنا هنرجع من كاس العرب هنلعب اسبوع واحد، هنلعب جولتين في الدوري السبعه والثامنه، وبعد كده هتقف المسابقه تاني عشان المنتخب هيستعد للمشاركه في كاس الامم الافريقيه. انا عندي معظم العناصر الاساسيه، مش العناصر الاساسيه، الفريق كله ما شاء الله. يعني انت عندك الدكه، في فرقه قاعده بره. طيب فانت اللي ناقصك اظن خمسه سته اللي راحوا البطوله. انت ناقصك 12 يا كابتن عادل، ناقصك شناوي وايمن اشرف واكرم توفيق وعلي معلول واليو ديانج حمدي فتحي السليق. اما انت انا بتكلم على سكواد الاهلي بقى في البطوله العربيه، في البطوله العربيه، في البطوله الافريقيه يعني. لا انا بتكلم على البطوله العربيه. لا البطوله العربيه لا، انت طبعا مع منتخب مصر اكرم وشناوي وسليه وقفشه وشريف وايمن اشرف وحمدي فتحي. يعني حوالي خمس، زي ما انا قلت خمس ستة يعني. ففي البطوله العربيه في الفتره دي انا قوام الفرقه كله تقريبا موجود. وبعدين انا شريف، انت الماتش اللي فات لعبت من غير شريف. ولعبت برضه براس حربه وهمي، برضه ما فيش راس حربه زي العالم كله، في فرق كبيره قوي في العالم، منها البارسا منها السيتي بيلعبوا. لو كاس الرابطه اتلعب فعلا في نفس التوقيت بطوله افريقيا، فرصه تبقى كويسه للاهلي في التحضير والاحتكاك. بس يعني طبعا مع الاخذ في الاعتبار انك انت هيغيب عنك تيم كامل، ما يجراش حاجه، لانك انت هتلاقي البدائل. عندك حسام حسن، في خلاف على حسام حسن، في خلاف على الاطراف، في خلاف على كريم فؤاد ما ياخدش، ياسر، رامي، هاني، يعني علي مع لا احنا علي، احنا بنقللش ابدا لا ما راحوش مع منتخباتهم. لا ما بقولش على التقليل، بقول انك انت عندك لا ده بالعكس، ده انا كلامي معنى كلامي أي. ان اللي موجود لا يقل عن اللي مع المنتخب. لا انا كلامي طيب. لا ما طيب. غلط. خليني اروح لمنتخب مصر بقى ومشاركته بكره قدام لبنان، وانت تقييمك للبطوله دي ايه، وايه الحاجات اللي يعني تتمنى ان منتخب مصر يحققها من ثلاث مواجهات اولى، لبنان، سودان، جزائر؟ بس خلينا سالنا الناس كده توقعاتكم ايه للبطوله، وهل المنتخب رايح يحقق اللقب او قادر يحقق لقب بطوله كاس العرب ولا لا؟ نسمع ونشوف مع حضرتك كده الناس بتقول ايه. احمد فهمي، هي صعبه بس اللعيبه رجاله ان شاء الله، البطوله مصريه. احمد ابو الناظر، ممكن مش مستحيل، لان الدوري المصري دوري قوي يمتلك لاعبين اقوياء، وخصوصا النادي الاهلي عنده عدد كبير من اللعيبه المميزين. طب كويس، الناس متفائله. حسن حسين، ان شاء الله يقدر، خصوصا باقي المنتخبات مش بالقوه الكامله. انا مختلف معاك يا حسن شويه في الحته دي، يعني السعوديه، المغرب، تونس قدمت عرض قوي جدا النهارده، فلا البطوله فيها منتخبات، وتابعوا المنتخبات اللي ممكن القرعه تجيبها في طريقنا، يعني عندنا تونس، المغرب، الجزائر، ممكن جدا نقابلهم.
محمود عبد الله بيقول يا كابتن عادل المفروض عشان المنتخب رايح بكامل العناصر ومفيش حاجه تمنعه من تحقيق البطوله، لكن خلينا نشوف ايه اللي هيحصل وكله على الله. طبعا كله على الله، بس احنا اسعى يا عبد ونسعى معاك، يعني المهم نجتهد ونحاول نوصل. عندنا محمد يعني اتوقع وصول منتخب مصر لابعد نقطه في البطوله، واتمنى تحقيق اكبر استفاده ممكنه من البطوله السعداده لامم افريقيا. وفي جواد بيقول حتى بدون بدون المحترفين، تقصد جواد، اعتقد لن يستطيع المنتخب المصري الفوز باللقب. تحياتي يليك كابتن احمد، ده من العراق جواد. بشكرك جواد على متابعتنا. طيب يعني انت شايف انه نطمع في ان احنا نحقق البطوله ولا نستفيد فنيا من خلال الماتشات باحتكاك ونجرب لعيبه ونجرب طريقه لعب ونعتبرها بطوله كده اشبه بالتقسيمه رايحين نستعد فيها لبطوله الامم الافريقيه؟ لا انا مش مع الراي ده خالص. احنا عارف كنا بنتكلم على ان انت لما بتدير حاجه لازم توصل للمرحله النهائيه، يعني كاس عالم اوصل دور المجموعات واوصل للنهائي. انا داخل البطوله العربيه، أنا جمهور المصري اللي موجود في قطر هتلاقي المدرج كله مليان. فأنا البطولة دي أولاً أدبياً لازم آخدها. ثانياً مادياً رقم كبير جداً هيخش في خزينة الاتحاد أو في خزينة الدولة. فإزاي أنا أروح وأقول إني أنا رايح أجرب إيه؟ أنت شفت التصريحات بتاعت الراجل في المؤتمر الصحفي؟ أنا الحقيقة من ساعة ما لقيته يعني في حاجات كده بتحصل ما بقتش اتابعه، لان تصريحاته بقت فيها واختياراته بقى فيها يعني نوع من الارتجاليه. فانا كنت اتمنى، انت مش مقتنع بكارلوس كيروش يا كابتن عادل؟ شكلك ما هو زي ما بيقول، هو قال حاجه مش مقتنع. الراجل عنده سي في محترم، ما احنا متفقين، بس السي في زي ما هو عايز اشوفه على الارض بقى. يعني ما انا السي في كويس بقى جامد جدا. طب واللي انا عايز اشوفه، انت بتقول مصر تاريخ، يعني برضه من ضمن الحاجات اللي ضايقتني، يعني بقول لك مصر تاريخ، فبقول له تاريخ يعني ايه؟ قال اهرام ابو الهول. طب وانت تاريخك السي في بتاعك برضه هنعتبره ماضي، انا عايز اشوف الحاضر. الحاضر بتاعك ايه مع منتخب مصر؟ انا ما شفتش حاجه لسه، لا في تشكيل ولا في اداء. اتمنى اللي كان بيكتب معاه العقد يقول له ان بطوله امم افريقيا فيها لازم توصل للنهائي، البطوله العربيه لازم تحصل عليها. هو مش المفترض ان الاهداف دي تتحط من البدايات خالص مع التعاقد؟ يعني ما باجي اتعاقد مع مدير فني اقول له انا اهدافي كاتحاد كره ايه، وانت ايه شروطك او ايه طلباتك عشان تقدر تساعدني في ان احقق الاهداف دي، ولا احنا بنتعاقد وبعدين نبقى نشوف احنا رايحين نعمل ايه خطوه بخطوه؟ طب انا راجل مسؤول عن شركه، رايح اجيب مدير تنفيذي ينفذ مصلحتي في الشركه. لو انا بكتب العقد معاه مش بقول له انا عايزك تعمل واحد اثنين ثلاثه، لا هياخد مرتبه من جيبي، مرتبه انا هدفعه، فبقول له انت لازم هتصلح لي واحد اثنين ثلاثه. فانا مفروض الحاجه دي تعالى اوصل كاس عالم، ومش اوصل كاس عالم، اوصل كاس عالم وكذا، هتاخد سنه كامله او ست شهور. طيب البطوله العربيه هدي لك ثلاث شهور بس لازم تحصل عليها، ويبقى عندي الحريه ان انا الراجل ده لو ما نجحش ما ادلوش شرط جزائي، يبقى عندي القدره ان انا البطوله العربيه لا قدر الله ما نجحش فيها، دخل على امم افريقيا ما نجحش فيها، يمشي وياخد شرط جزائي؟ مين يقول كده؟ الشعب مع اذا لم يحقق النتائج المطلوبه اللي يعني اوصل اللي غير واضحه لغايه دلوقتي، يعني اوصل اخد بطوله. احنا مش عارفين، انا مش عارفين، بس لو ما حققش، السؤال الاخير الكابتن عادل عشان الوقت، لو ما حققش النتائج المتوقعه منه او المردود المناسب في مشاركته في بطوله كاس العرب وبطوله الامم الافريقيه، هل انت مع ام ضد استمرار كارلوس كيروش كمدير فني منتخب المصري قبل المرحله الاخيره من كاس العالم؟ هم كانوا متفقين معاه اعتقد انك توصل للمرحله النهائيه، لكن لما قالوا له البطوله العربيه وامم افريقيا رفض وزعل، انت ما اتفقتوش معايا على كده، فطبعا العمليه مش مظبوطه. وانا انت شخصيا رايك ايه؟ يستمر في قياده منتخب مصر للمرحله الاخيره من التصفيات؟ اذا فشل في البطوله العربيه وفي امم افريقيا يبقى في محضرين البديل الكفر. بشكر كابتن عادل طعيم، نورتنا وشرفتنا واسعدتنا بوجودك معانا النهارده كابتن عادل، بشكرك شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم، بكره كل التوفيق لمنتخبنا. هنتابع بما ان المباراه بكره ان شاء الله بدري هتكون الساعه 3 بتوقيت القاهره، مصر ولبنان، يبقى هنتابع مع حضراتكم ان شاء الله تغطيه ليها بعد انتهاء المباراه مباشره. نقابل حضراتكم على كل خير على شاشه الاهلي تمام السادسه. تحياتي لكم.